دكشي خنصر حرشة ميضة هنا. شوف الجلسة فينا وليدي، احنا عشاقة ماشي غلاقة. ايوا حنا داخلين نجلسو هنا، واخا غاش نقول لك هادشي ديال موالي. اه ديال موالي والله الا راك الخايمة الخايمة، راه الدوار ديالنا وليدي بحال اللي في دارنا. وجي هضر معايا وتشوف. اه شوف شوف واحد هذاك ديال جدي صاحبي رحمه الله، بحال هيدا يبدي الله العظيم كلشي باعوه. اه لطيفه لطيفه لطيفه. واخويا عمر عاد صيفط لك واحد الفيديو في الواتساب، جاوبني عفاك شوفو جاوبني. دابا خي يوسف، دابا خي يوسف الغالي، نتمنى تكون بخير وعلى خير. انا خي يوسف، انا خي يوسف الغالي، انا هلا سي يوسف. بسم الله بسم الله 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 في القرعة هذاك الشيء ديال الحراقة. بسم الله نشوفوا الأخ يوسف صيفط لنا شي فيديو. هذا أخي يوسف. واخويا عمر السلام عليكم، بخير كي داير؟ واش وقتي ولا مازال؟ صيفطت لي كيف كتكتب السنين ديالك، غنمشي نصيفط لك ديك الامانه. يلا باش تكون عندك نيت بيك تصيفط. المهم اخي يوسف الله يجازيك بخير، الله يرحمه. كنت خصني نرد عليك بشي اوديو، دابا كان عندي نجاوبك، اكتب لك السميه وصافي. السلام عليكم اخي يوسف، هانيه بخير مزيان. المهم جزاك الله خير وبارك الله فيك، ما بغيتش نزيد نوضح كثر دابا حنا في اللايف. المهم اخي يوسف الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين، الله يبارك لنا في العائله ديالك ويرحم ربي الوالده والوليد ويحفظك ربي وليداتك. شكرا بزاف اخي يوسف، الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير اخي يوسف. عمر فطر اخي مشو حاجه، راه الشمس طلع الشمس. عمر فطر اخويا مشو فطر فطر شو شفت خي يوسف صيفط لك الاوديو قبل ما عندكش كونيكسيون، باش ما تبقاش معنا في اللايف. شي البن باقي في الزبدة؟ واعر صافا صافا بحال موجود فيه البن عنده واعر. الله يحفظك اخي يوسف، الله يرحم الوالدين، الله يبارك فيك، الله يجازيك بخير اخي يوسف. الله نمشيو لعندو يوسف. نمشيو لعندو يوسف امستردام، نمشيو عندو بيكر تقول له انا وياك نمشيو عندك. غزال الله يتغزال. انا كنتمنى يجي عندنا صاحبي، باقي كنتسنى والله. نخرجوه معنا كيجي كيهرب. الله يعينك، ما نتمناش نهار يجيب وليداته ويجي عندنا والله. ما تيجيش وكتكون في قاعة مكونة. اه حنا نمشيو عنده والله الا داكشي اللي خصنا نديرو له، اما يجي واما نجمعو الباقية كاملة. خايس لك كتبت لك، كتبت لك الله يرحم والدينا خايس، الله يبارك فيك، الله يجازيك بخير. راه كتبت لك ديال السميه والكنيه. بحال ما قلنا لك الناس راه مبعدين اخي عمر على القوم هذوما. قسما بالله اخي، على السميه تعطيك قسما بالله، هي مسمينا واحد السميه مدينه الورود. مدينه الورود؟ اه الناس اهلنا صاحبي، دابا حنا رشيد حنا هنا راه ما عندنا ما يدار. الناس شنو الشغل ديالهم؟ قايلوا في القهاوي جالسين، هو هادشي اللي عندنا حقيقه. كملنا في خدمه. كاين الناس ما يتسوقوا لكش ما يعرفوكش واش انت كاينه ولا ما كايناش ولا فهمتي؟ yeah. اه صاحبي هاد المرض عندنا حنايا والله يا خرج شي حاضيش
الله الله يحفظك اخي يوسف، الله يحفظك. مرحبا اخي والو، مرحبا بك، مرحبا اخي موجود. ها انا اخي يوسف الحرشة طبيعه، هاي عمره بالجبن والزبده بلديه، مع عند خي عبد الله الوردي، والله الا مع عند صاحبي عبد الله، جبنا اللبن والحرشة. اللي حنا بغينا داكشي اللي صيفط يوسف، تسال كل خير خي والو، تسال كل خير يوسف، صراحة صادق ديالي وكتهلا فيا والله، اقسم بالله والله العظيم، الله يبارك لي فيه والله يسمح لي منه والله العظيم، والله الا ديال الحقيقة. الحمد لله انا عندي واحد العلاقة كبيرة مع خي يوسف، والدليل دخلني لدارو، دخلني لدار والديه، دار خواتاتو، والله العظيم نتمنى من ربي بهاد المحبة هادي يجمعنا في الجنة والله، والله العظيم أكبر أكثر من هذا، ملي كنت في الرحلة الماراطونية ديال الشمال المغرب إلى أقصى جنوبه، وصلت لأكادير، بوبغي خي يوسف الله يجزيه بخير، عاش بار الطيارة من أمستردام حتى لأكادير، والله جا عاوتاني وعندي ما نقول لك، ماديا ومعنويا، والله العظيم، الله يجازيك بخير أخي يوسف. أفوك راشد، باش تطخ حنا باقي نفقصو دابا تسعد، ها نقلب لك وهاك واش فوق كان ندير لكم هادشي كامل، هاك اصاحبي فوق فوق ليس انا والله سات ليس زاز زاز كان ندير عمر كان يقول شكون ياكل تاكلوا حنا؟ لا صاحبي قال راه باقي بزاف اش بارك عليا عمر زعما انا كديت عارف شحال كليت بارك عليا لا عمر انا شحال كليت عمر فوق فوق ياكل حرشان التمر راهو التمر ديالك مهنا صبر بقى سبعة الطريق ودابا الطريق هذا شو لك قلت لك كديرة؟ خلاص نمشي هو دابا ان شاء الله نشوف بني عروس اخر شيء دابا يلا يلا صبط شحال هو عندك دابا؟ أنا هو هذا صبط هذا قديم هذا هو اللي كان عطاني حافظ شدي زوق الشرط شحال بقى عنده هو عندك؟ ما تلبسوش ماكش لبسه ماكش لبسه عادي تلبسه دابا أوا تقول لا يا ودي خلاص ما شفتو والله ما شفتو والله واش جاي جاي والله ما شفتو
لا يا 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 الله يستر. الاخوان تبارك الله عليكم، جا وقت اللي نقول لكم السلام عليكم الله يسلمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد المرحله زوينه. شكرا اخي جو جو سيفي، وكان نحيي صاحبي يوسف. شكرا اخي يوسف، الله يبارك لي فيك. انا بروف في خربطة الرشيد، الله يبارك. متابعي قناة أبو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.